نعمت إلى هاي النسيين نعمد أقوين والهداية وحنون كويان إن إلى هاي كوحنون يو وضريق حق إلى هاي أوكو مريو أوقف مسلمة أو قمان أو توصن إلى هاي أوكاردغو نعمت أدونك دوشي إذا إنت اللي جوغ إلى هاي أوبحية ونعمد أقوين ويان إن نعمد أصي نعمت أقوين تهينا وحا عدين إيسا صلاة مركان تكن إنه كان فقير كان غني كان لبي كان ددق كان مضحى كان مجهى سؤال كلية صلاة دحدة إذا قفك الله أقول يهينا هنا قوة يديستو وسؤال وليب قصو أرورت سورة فاتحة دحدة إذا سورة فاتحة دون وحويان والركن من أركان الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام وكيلها لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن سورة سورة الفاتحة قفك أنا أخر السنب نبي صلاة مله وصلاة ما أهانن صلاة داس مركا سورة داس يادن مقع يقدم باب الصلاة يا سؤال شكل يكسو أرورتي وحويان مركا سورة دا أنا أخر سنة إنه إهدنا الصراط المستقيم إله طريق مستقيم كاك إله نغوتو سيون مري تاسا مركا عدين إيسا إن شيء أقوقيم بدن إلى حي بن آدم كأدون كدوشة أقوصي إن يتحي الهداية هداية دون وحك لما هن وحويان وحنون وإلهي عز وجل أيام ملكي وإلهي باهي حنون كاس وفك إلهي خير ولا الربا إلهي نور كان قلبي يسأو يالا حنون كا إلهي باب بحيا حتى ملائكتم ما بحس ما بحن كرتو نبي يدنا ما بحن كران والنبي حضيء ملكي هداية دون نبي بحن آيو نبي نوح عليه السلام إن كيسي حاس كيسي سين لها نبي إبراهيم نأبيه بوسين لها نبي محمد عليه الصلاة والسلام نأديرك أبا طالب بوسين لها لكن هداية دا سوى هداية التوفيق إلهي با حيو إلهي با ملكية ونبي جنو عليه الصلاة والسلام أديرك أبا طالب ونبي جنو سوق عنها يي وسوكري وكرسينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام قيب وين كلها مركوب بكودة وحنونك أوردي أي النبي زيارته وقلي وحاوق سيه الرأي اللجوة مركة أبو جهل عليه اللعنة دان مركة أبو النبي قلنا نعبو كفر استوحكو يا عمي قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله يوم القيامة هذا روح حديث هذا هل مركلي أنيق إما قشي ووحات هذا لا إله إلا الله ده ما لك قيامة أنا نقول ما ركتان أكو دعوين دوناي وإلهي عز وجل هرتيسا أيان كم مرك فردونا إن أدونك دوشي ذاك المدى أتكو صوتري لأن نبينا عليه الصلاة والسلام حديث كالواكي نبي لها ملك بأي مدو يقول الله ومتك لدورا يا إلهي كلي هي إن أمد أدوك لبر أي جنة قشو أي إن شفاعة الله قصيو لأن النبي وكيلها شفاعة أيان قاتي وشفاعة دي وحي قاري دونتا وفلي قفك أدونك دوشي ذاك كسو أشهاتي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام لماذا صوغ لي وحنوها لي أبو النبي قليها قيل أن قيامها وقش أقود دعوين كرو تابو مركا النبي أديرك أبو طالب كلها كلمة دا أنيقا هل مركلي إما قشي ما لك قيامها كوشا في عم غادي دوناي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أديرك وحا أكفر لي أبو جهل عليه اللعنة فرعون هذه الأمة أي مركا كويري أبا طالبو مدينتي أبا ياشا أتكرد حشي من لدي عبد المطلب إن تتكلم لي حتى ماد محمد ما أنت وركي سأد قادنا إساء لأن مركاسو إسكا آموسي أبو طالب ها إيا ما يمنا ما أورن لأن النبي عليه الصلاة والسلام هدنا أوسوجي ديو حكويري كلمة نحاج لك بها عند الله يوم القيامة هل مر أدر أنك كلمة دائما غشي ما لك قيامها هنكو شفاعات قادئ هذا الكي أدن بيسا أبا طالب وكوها لوحو هاينو يرادو على ملة عبد المطلب عن كل إنسان محمد وأنيق إسكا كيدا لأن نفتي نوي كد عضي لبدا إن رود إسوغ النبي إلا أنتو أي كد عضا نسيبو نبي كاكا عيهالكاس بحايا لأذيركي وجعل نبي
kursiintiisa iyo maaragtaana ilaalintiisa iyo racaayadiisa qayb xoog leh ayuu markaa Abu Talib uu ka soo qaatay. Khayrku nebigu la jeclaa oo hidaayadda iyo naxariista ayuu la jeclaa, laakiin hidaayadda nebi Maxamed ma hayo. إلهي باكور إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال أدقوا أجعل تمسوا هدين سيدنا نبي قال لقو يري وهداية التوفيق ذي وافجنت إلهي با إسكاله كأن دون أنك هدين نبا إلهي يري عز وجل قوة حنون ينا أنك نغى نبا إلهي نبي قسو كو يري مرقى هداية داس إلهي با ملكي عيد كلمة هايسو ودين نبي محمد هدو ملكي لها هداية داس بلال حبشية هداية ما هلانة أبا طالب قريشي أبو نبي هذين لها أبو لهب قريشي ونبي أديركي أبو نبي هذين لها هداية هدي أي عند ملكين يسو إن مارك تاني دي النبي إبراهيم عليه السلام أبيه قال لما كما دنتين بل هداية دو كد غلاها يوسين لها مركا هداية إلهي بهاي عز وجل كو دوننا إلهي سقا حنونيا كو دوننا إلهي تبارك وتعالى سقا بادية أولوميا. موسى بن عمران والنبي موسى عليه السلام وصدن سنضو دقل كفرعون كبر باري أو ككرين إلى هاي أوحانونيو وحاو كدق النبي الرسول قول يلي وليب وكلم الله موسى تكليما والنبي كلي أدونك دشيدا إلى هاي عز وجل هذا الكيس كم مغلبها نبي موسى عليه السلام نبي موسى أو أقل كفرعون كبر باري كهانونيي الرسالة دا أدورتين النبي الرسول أو نغدنا والله رب العالمين ويان وحا كلو هداية أنا نصيب أهلين نكي الأورنجري السامري موسى بن ضفر بأيساقنا الأورنجري بن عباس وانك ريب بن إسرائيل هاي ملك الجبريل سورة ديسي ملكك انتو كو أركي حدنا إلى هين الرومين وايي رسولك الله صدرين الراعي وايينا كان هدي أي نغون إسا هداية إن قف قفو هديو أركتدا جبريل وكو هنون لها لماذا جبريل وملك إلهي تبارك وتعالى قامد يا قوّد يا طاقد كو أبو روسي نك النبي نك ملقا أركينا إلهي هداية ومكمو دقينة إلهي هداية وحى وكو دقينة نك جوري فرعون كو برباري أي إلهي هداية كو جل دست مرجع هنونك إلهي بحية إنك إلهي تبارك وتعالى وإنه نعمة وهنون بإلهي نسي لبحث وقرأك اللقوش ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ولا بقي سوء عجيبة في سورة التحريم بكت على أواخر كذا ولا بقي سوء عبر قادة الشلة أو للربعين كو عبر قادة تد أو دسلان ماذا يهداية إلى هاي كو قد يقو كسي أدو آنو ويديسن با إلى هاي قف مسلم إلى هاي وكادق وأن النعمة إلى هاي تبارك وتعالى آنو قم هذنا أون قدرنا ولا بحاس لبضو بلبن النبي بكو هسنو لايين مدوى زوجة نوح عليه السلام من وزوجة اللوط عليه السلام لبد النبي حاسس كودينا إلى هاي هداية البابدي دي وأكحدي قال لما أي كل النولاين يكو قال لما ذا قرسنا يا أي هوستا قال لما كو قرسنا ينو النبي يدن وي خائمين وين خيانين نارتا كواريا با ندبا إلى هاي لو كوا نارتا كواريا آيات معوغتهين نارتا لقلبا كوا كو ندبا إلى هاي لي هل كالليري طاغية فرعون او غران انسان او قرانك لغا ورمي او 26 جزء او قرانك الهي كتالا ايا نبي موسى عليه السلام يا فرعون وخي دحمره لغو سوين عليي فرعون او كبركيس يا قوقيس الهي قرانك او نوغا ورمي فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى نكدتك انتو او ييرو فغارها سو جوجيه كو يري ربغي كوريه سريه وا انيغا اقلك نينكاسي او كو دخنول يحي gabadhii ku nooleyna ilaahay azza wa jalla hidaayada ilaahay ku galadaystay oo ilaahay islaanimadu qalbigeeda ku sharxay waata ku ducaysanaysa eele rabbi ibn li indaka baytan fil janna ilaahu aniga guri agtaada iga dhismay ku tiri agsaada hatta ma qalat anbiyada agtooda iga dhismay odhana waxay tiri ilaahu waxaan rabaa jannada inaad agtaada aqla aniga aad iga dhistaa
وكي نبي قولها عليه الصلاة والسلام إذا سألتموه فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تتفجر أنهار الجنة وفوقها عرش الرحمن هذا إلهي ويدي سنيسان ومر بإلهي أدبر يسام نبي قول عليه الصلاة والسلام جنة فردوس اللي إلى إلهي ويديستا محايا لجنوينك أيضا أيا أغسر ريسا أيضا أنا أغب دحي سوى برتمه كتو سنتحي عرشك الرحمن كأيا سقف قيداء وبيالك جنة مره دانا أيضا كبل أمانا كبر قمان بو نبي قول